حلو في الحاجات اللي هي بقى طالعه كروات بتاع الشتا مش كده؟ اه القماش الصوف بيبقى نايم بيبقى لا بيبقى واقف كده منفوش عاطيه نفسه شكلها حلو. دلوقتي ما فيش لسه كله صيفي برضو. لا هتلاقي في المنشية بينزل على شهر 10 كده. يعني انا علمت جزء اهو هرجع تاني اتنيهم. ادي النقطة الاولى بتنيها النقطة التانية. التسعة وربع دي حتى لينا احنا الكبار بس احنا لا هي طلعت المقاس كده احنا قسمنا وسطها على عدد الكالونات اللي هي عايزاه. هي وسطها كان كام؟ 74. طب هي عايزة 8 كالونات فقسمنا ال 74 على 8 طلع 9 وربع. فانا بفضل اقيس اللي هي 9 وربع كده. هذه النقطة الثانية هتنيع النقطة الثالثة هتنيع النقطة الثانية. دي اهي كده اداني 3 كالونات. هتنيع بعد كده النقطة الاولى دي تاني على النقطة الثانية. دي طبعا بعد الخياطة لازم مكوى كويس اه عشان تعملك الكسرة مظبوطة ما تبقاش مفتوحة كده مش باين لها ملامح. هي دي لما قبل ما بنخيطها بنسرجها صح؟ هي دي اه سرجها بالعرض بس ان دي كده 4 كالونات اهي. هاتي كده المزوره دي هي 73 صح؟ 74 نص ال 74 كام؟ 35 كام؟ 35 35 ونص هي نص السبعة؟ لا 37 اي نص الوسط لو مشيتي اهو كده حته حته اهو طلع لك 37 غير الزياده اللي احنا هنظبطها من غير الزياده. وبصي انا بادئه من حرف الكالونه لحرف الكالونه طلعت 37 اللي هو نص الوسط. يعني لو كملتي عملتي 4 كمان هيطلع لك اللي هو دوران الوسط كامل. يعني انا من الاول اسيب ال 3 سنتي الاولاني ولا اشيل اه انا بسيبهم علشان اللي هو بحرف القماش لو مكان القصه ساعات بيبقى مهوره. يعني هو عشان الخياط بتاع القماش لما بيجي يقص تلاقيه بيقص كده على طول. فساعات حتى لو جيتي زنيتي القماش على اتنين بصي اصلا القصه مقصوصه ازاي جايه بميل. فانا ببقى سايبه بس المسافه عشان لما اجي اخد الخط ده يبقى خطه مستقيم بالظبط ما يبقاش ميل. تمام. فانا هكمل الكالونات بقى معلش هكمل. يعني عايزه دبابيس هي افرديها بس كده عشان تبان النقطة الأولى والنقطة الثانية. أنا جيت أنفذ اللي هي الكلوش بس طبعا عرض دوت 90 تتنفذ بس مش هتديكي طول. انتي ما احنا عملنا كلوش على ورق صغير يعني اعملها عادي اه تعمليها بس ما مش هتجيب طولك يعني اربع قصدك حاجة اه يعني انتي اتنيها نفس التانية هتطلع لك اللي هو دوران الكلوش. احنا بنقول اللي هو كلوش 3 متر ومتر ونص و8 دولت على 6 اقصد اللي هو على اساس مقاساتنا مقاساتنا احنا. يعني لما عاوز اجيب مثلا مقاس ليا انا اجيب 3 متر بالظبط. هي كده النقط خلصت هكمل بقى مايلين 9 وربع.
دي كده 1 2 3 4 5 6 فاضل 2. دي كده 7. هي مجموعة خست ولا ايه؟ لسه محدش فاتهم كده جيب الكلمات نفذناها عملية. تسلم ايدك. زيادة برا الموضوع الرسمي بالظبط، يعني هي بتختفي برا الأوراق في الخياطة مع ال تمام. لما تيجي تخيطيها بقى اللي هو بتخيطي مع حرف كل كلمة، انتي بتحطي الوش على الوش كده عشان الخياطة تبقى من جوه. بصي بتخيطي من هنا من عند الكلونة دي تبقى قصاد الكلونة دي، فهماني؟ يعني على الحرف ده كده بقفلها. سوستة اي ما مخصوصه هتبقى متركبه هنا على الطرف بتاع الكلمه نفسها. لا على الحرف بتاع اللي هو الحرف ده، مش حرف الكلمه، فاهماني؟